السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، مرحبا بكم معايا في قناة أحلام زينب باري. كيف كتلاحظوا اليوم بعد غياب طويل دام أشهر، جيت نحضر معكم واحد الأكلة اللي هي صيفية رائعة، فتبعوا معايا إن شاء الله المقادير وطريقة التحضير. هنا بسم الله على بركة الله والصلاة والسلام على نبي الله. هنا كيف كتلاحظوا عندنا الفلفل اللي غادي نشويه هنايا على البوطا. انا هنايا عمت يعني انني نشويه على البوطا بما ان ما كنستعملش يعني الفخر ممنوع لينا او الفحم، فما بغيتش نديرو في الفران باش هكايا ما يجينيش رهيف بزاف ملي نقطعو. فملي غادي نشوي هكايا في البوطا غادي تحيد له غير هذيك القشره الرقيقه، وهو الداخل يبقى شد يعني راسو. فاذا كان عندكم هذاك الطبسي في البلاد، بحال اللي كان اصحاب البلاد اللي عندهم هذاك الطبسي اللي كيكون من الحديد نتاع زمان، فكيجي جد رائع. كان عند الوالده ديالي كنا كنشويو عليه الفلفل، كيجي رائع جدا بحال انك شويتيه يعني على الفحم او الفخر. كيف هنايا شويتو انا على هذيك الحديده نتاع اللي كتجي تحت من الطاجين، كتكون تحت من الطاجين. وكيف شفتو غادي نديرو هكايا يعني تحيدت له غير الجلده الفوقانيه هي اللي تشوات، فدرتو في واحد البلاستيك غذائي وخليته في الساع تحيدت له هذيك القشره بعد ما غسلتو جيدا. هنا غادي نحتاج واحد الربع نتاع فصوص نتاع الثوم، كذلك العنب المجفف او الزبيب، هو واحد العشرة نتاع البصلات او واحد الكيلو وشويه يعني على حسب يعني عدد افراد الاسره. غادي نشدو البصل اللي غادي نشلضوه، يعني ما خصناش نديروه رقيق وما خصناش كذلك نغلضوه، لان هاد البصل غادي يتشحر وهاد الاكله غادي تطيب بدون ماء، يعني غادي طيب يعني غير بهاد المكونات فقط. كيف شفتو هنايا بعد ما قطعت البصل شرائح هكا، غادي نحاول انني يعني نحلها هكايا على بعضياتها كيف كتشوفوا في الفيديو. هذه كذلك نقطع الثوم هكايا على شرائح فقط. فصراحة هذه الأكلة كتكون صيفية، كتحضرها لنا الوالدة ديالنا في فصل الصيف، صراحة تنساو الأكلات يعني كامل، يعني تجنبي اللحم، يعني تبتعدي في فصل الصيف هكا على اللحم، كتجي بدون لحوم بهذه المكونات جد 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 رائعة لذيذة. الوليدات ما كانوش يبغيو انا ياكلوا لي الطاجين في هذا فصل الصيف، فكنت ندير لهم هذه الاكله كيحماقوا عليها. انا بالنسبه لي ما كيبغيش الحلاوه، فإلا قدر يتجنب الزبيب او يقدر ان الزبيب يديرو في الماء ويخليه يفقد هذيك الحلاوه الكثيره ديالو، ويضيفوا بحال الناس اللي عندها السكر او ديابيتيك. هنا جبت واحد الطنجره وهذه نضيف عليها الزيت، وهذه ندير هذا البصل يتشحر في هذه الطنجره. هنا هذه الطنجره كانت جاتني شي شويه يعني ضيقه او حصرانه كيف كنقولوا، فجبت طنجره بحالها اخرى اللي متسعه وضفت فيها هذاك البصل باش يعني تجيني فيها الطياب احسن من الاخرى لان صغيره. فانا ضفت الملح وهذه نخليها هكا هذا البصل تشحر على نار متوسطه، ما منقصاش وما مجهداش باش هكا ما تنحرقش لينا. فهذه نقفل عليها هكا ونغطيها، وهذه نمشيو نقصوا هذاك الفلفل. هنا كيف شفتوا هذه نحركها هكا، بما ان نزلت يعني واحد ربع ساعه هكايا كتنزل او 10 دقائق كتنزل البصله عندنا. فكيف قلت لكم هاد الاكله هذه كطيب بدون ماء نهائيا، يعني غير في البصل والفلفل والعنب المجفف. كيف لاحظتوا ان الفلفل بقى كيف شفتوا قابض روحو، ما بقاش هاري، لان ملي كنديروه في الفران كيكون هاري بزاف وكيطلق الماء بزاف. ملي كنشويوه غير فوق من البوطه يعني كطير له الجلده وداك اللحم ديالو يبقى قابض راسو. فهنا غادي نقطعوا قطع يعني كبيره، غادي نقطعوا عشوائيا
ما خصناش نقطعوه قطع صغيره كيف كنا نقليوه مع الفلفل مع الثوم والفلفل كنديروه يعني تشكتوكه ولا كيف كنا نقولوا له هذيك يعني كان دائما كنديرو هكا مع المطيشه ومع الثوم كنقطعوه قطع صغيره يعني هكا مقبلات. فهنايا غادي نقطعوا هكا قطع كبيره وعشوائيه. هنايا غادي نضيف هاد الاكل هاد الفلفل على البصل وهادي نضيف كذلك العطريه في الاول غادي نضيفه على راس المعلقه نتاع الابزار او الفلفل الاسود على راس الملعقه فقط باش ما تجيناش هاد الاكله يعني حاره. غادي نضيفه نصف ملعقه من الزنجبيل او ملعقه صغيره من الزنجبيل كذلك على راس الملعقه من الخرقوم او الكركمة كذلك غادي نضيف واحد الملعقه صغيره من التحميره او البابريكا اللي هي حلوه وهذه نحركوا هذا يعني المكونات او التوابل مع البصل جيدا هكا يتشحروا. وهنا في هذا الاثناء غادي نقصوا البوطه الادنى او يعني الواحد يعني نقصوا لها بزاف باش هكا هذيك التوابل ما تنحرقش. هنا غادي نزيدوا الفلفل على البصل وهذه نحركوه. هذه الاكله كتوجد يعني بسرعه وكذلك كطيب على نار مهيله الا جهدتوا لها البوطه فعرفوا باللي النار هذه تنحرق يعني البصله والفلفل ويتلصق لكم فضروري خصها تطيب على نار يعني مهيله على الاعلى المهل. كذلك غادي نضيف هنايا الزبيب يبقى على حسب الرغبه وعلى حسب الكميه وكذلك على حسب عدد افراد الاسره. غادي نخلطوا هاد المكونات هكا ونحاولوا اننا ملي نكونوا نحركوا ملي تبقى كطيب البصله غير نحركوا غير الطنجره فقط من يعني باش هكا البصله او الفلفل ما يبقى محافظ على الشكل ديالو هذيك البصله ما تعجنش هي والفلفل وتبقى عندنا هذيك الاكله كيف نقولوا معجنه باش تبقى البصله محافظه على الشكل ديالها. نحركوا غير بالمهل. هنا في هذا الاثناء هذه ناقص عليها البوطه وهذه الفلفل يطلق الماء ديالو هو والبصله وكذلك الزبيب او العنب المجفف كيف شفتوا هذه نحرك غير بالمهل. هنا كطيب على جوج درجات انا عندي تاع الضو كنطيبها هنا على جوج درجات او ثلاثه درجات الا شفتوا فيها الرواعد واللي جهدوا لها واحد شويه يعني الاخر. وهنا قربت الطيب فباش تجمر وتبقى عندها ديك المرق عاقد هذه نفوج عليها هذيك القبره. هنا غادي نرافق هاد يعني الوجبه تاع الغداء بالحوت او ترافقوه يعني مع سالاد ويبقى لكم الاختيار او فريت او يعني او ديروا هاد الاكله يعني غير راسها فكتكون خفيفه وعندها واحد المذاق صدقوني جد رائع. وهاد الاكله كانت ديرها لنا الوالده ديالنا ربي يحفظها اللي ديجا كلا هاد الاكله او جرب هاد الاكله فتكتب لي في الكومنتير كيف شفتوا هنايا تشربت وتجمرت وبقات فيها غير هذيك الزويته. فهذا هنايا نقدموها في طبق التقديم وكيف هذه تشوفوا معايا البريقه ديالها عاقده وخاتره وما لصقتش نهائيا يعني في الطنجره لانها طابت على المهل والماكله شحال ما طابت على المهل الا وكتجي لذيذه. اما الانسان الا كثر الماء يعني كثرتوا الماء في الاكل وجهدتوا البوطه غادي يشد لكم الوقت باش يطيب وكذلك تقدر تنحرق لكم الطنجره ملي كتجهدوا. فمن الاحسن ما نكثروش الماء ونقصوا البوطه باش هكايا طيب على خاطرها ويجي فيها هذاك الماء قليل يعني داك المرق قليل وما تفقدش يعني اللذه ديالها بهذاك الماء الفائض اللي كيكون في الطنجره ويشد منكم الوقت باش هادي يتشحر. كي شفتوا الطنجره ديالنا ما محروقاش المرق خاتر وعاقده هذه المريقه.
فهذه هي الطبق ديالنا الصيفي. دمتم في رعاية الله وحفظه، إلى فيديو آخر إن شاء الله.